إطار مزخرف لهذه الصورة الشخصية، وهو عبارة عن مرآة بعنوان كبرياء، وتعرض أحد الخطايا السبعة المميتة. الزهور الخزفية مطبوع عليها أشكال من أوراق نقدية للدلالة على البخل. في هذا المعرض لبارنبي بافورد يتحول المشاهد إلى جزء من القطعة المنحوتة، والشكل الزخرفي يخفي في ثناياه خلفيات تاريخية. المزيج بين اللونين الأصفر والأحمر يدل على الغضب، أما أوراق الخزف الشاحبة فتدل على الخمول. لقد أردت معرفة دلالات الخطايا المميتة السبعة في القرن الواحد والعشرين، والتي دونها البابا غريغور في القرن السابع، وأردت معرفة هل تزال فكرة الجحيم الأبدي تمثل تهديداً في المجتمعات المعاصرة. في أعماله يروي بارنبي بافورد الحكايات. في لوحة عش الحب هناك تصوير لأجواء فوضوية، وفي يوم الزفاف يبحث العريس عن امرأة أخرى. تماثيل بارنبي بافورد التي يبدعها بالخزف تعكس عوالما جميلة بشكل مخيف. أوظف السخرية وسيلة تعبيرية، وأعطي المشاهد إمكانية معرفة العمل الإبداعي من زاوية أخرى. في ورشته بلندن يقطع أشياء عثر عليها في متاجر الأشياء القديمة أو اقتناها عبر الإنترنت ليعيد تشكيلها. أعمال قد تبدو عشوائية لكنها ليست كذلك، فالنتيجة محسوبة بدقة مسبقا. إنها أعمال فنية للسخرية من العالم. لقد كانت لهذه الأشياء في الأصل دلالات مغيرة. إنها تحاول عكس الجانب الرومانسي في الحياة، لكنني أوظفها لإظهار نقاط ضعفنا وأعبائنا. بفضل لوحات حول وقائع تاريخية كمعركة الطرف الأغر، كسب بارنبي بافورد الشهرة في العالم الفني. في عام 2008 أصبحت الشخصيات التي ابتكرها أبطالاً رئيسية لأحد أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج التلفزيون البريطاني، وتدور قصته حول علاقة حب بين فتاة جميلة من الطبقة الغنية وفتى من الطبقة الفقيرة. في الواقع أهتم بكوننا قادرين على التفكير وننتمي إلى مجتمع متحضر، لكننا كبشر نبدو وكأننا في البدايات الأولى من مراحل التحضر. مشاعرنا وخصوصياتنا لم تتغير، وهذا ما يميز هويتنا نحن البشر. بارنبي بافورد فنان متمكن من فنه، ويلحظ ذلك من يراه وهو منهمك بالتصميم. الشكل الذي استعمله في لوحة شخص في ثلاث وضعيات معروف في تاريخ الفن، وهو يصور نجوما كبريتني سبيرز في وضعيات مختلفة. نرى هنا إيمي واينهاوس، وهنا غريس جونز. إنه يصمم هذه المنحوتات لمعرض فردي في متحف في الولايات المتحدة الأمريكية. ديفيد جيل المعني بعرض أعمال بافورد في لندن مشغول منذ سنوات بتسويق هذه الأعمال. جميع التحف الذين يهتمون بأعماله متنوعون، ومن بينهم شباب، والكثير منهم يجمع تحفا من الفن المعاصر. تلقى أعمال بارنبي بافورد رواجا عالميا، لكنها إلى حد ما بصبغة بريطانية. الخصوصية البريطانية في أعمالي هي السخرية. أستطيع أن أسخر من الأشياء، وأستطيع أن أكون جدياً في تعاملي مع الموضوع. إنه فن يتحدى التصورات التقليدية ويقدم مادة للنقاش.